النجمه جميله سهر الصايغ، بنرحب بيكي في كاميرا سيدات. الدوره الاولى المهرجان كانت في القاهره، واحنا النهارده في الدوره الثانيه في العالمين. قولي لنا ايه اكتر حاجه عجبتك في العالمين؟ والله انا اول مره اجي العالمين، انا العالمين كلها عجبتني، لسه ما لفتهاش كلها يعني عشان انا لسه جايه، بس المدينه رائعه رائعه ما شاء الله. فكره اقامه مهرجان الدراما او اي مهرجان في مدينه العالمين او ضمن فعاليات مهرجان العالمين فكره ذكيه جدا. فاكره اول جمله قلتيها في اول مشهد عمل درامي ليكي كان ايه؟ لا طبعا، السنه دي اول مره مهرجان الدراما عامل جايزه ترشيح الجمهور، تصويت الجمهور. قولي لنا صوتتي لمين؟ اكيد يعني صوتت لنفسي يعني بديهيه يعني. اكتر فقره بتبقي متحمسه لها في الحفله ايه هي؟ الغنى، بحب فقره المغنيين قوي. لو هتضيفي فقره او جايزه في الحفله هتكون ايه؟ انا ممكن اعمل جايزه الناس اللي ورا الكاميرا، وحتى هم في الدوره الاولى عملوا كده، يعني هم عملوا يعني جوائز للناس اللي ورا الكاميرا، بس ممكن ازودها شويه يعني اخلي يمكن الجمهور ما يعرفش ده يعني، لان هو بيشوف بس اللي بيتصور، لكن في ورا الكاميرا ناس كتيره جدا 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 بتشتغل. جايزه باسم ممثل معين هيكون مين؟ استاذ عادل ادهم، بحب استاذ عادل ادهم جدا، فتبقى في جايزه عادل ادهم.